بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اليوم إن شاء الله بإذن الله هسجل فيديو. الفيديو ده أنا بسجله ده يمكن لأول مرة بسجله. قصدت بتسجيله النهاردة إن شاء الله بإذن الله قبل أحداث 11/11. أعتقد إن الفيديو هيكون مهم جدا بالنسبة إن شاء الله للثوار الأحرار في مصر. وأتمنى إنهم يستفادوا بيه. هقول بعض المعلومات اللي قد تبدو انها تكون مهمة للثوار ان هم يفهموها قبل ان شاء الله باذن الله ما ينزلوا في احداث 11/11. اللي خلاني اعمل الفيديو ده النهاردة بعض الاحداث البسيطة اللي حصلت في الفترة اللي فاتت. الاحداث دي استفزتني جدا، حبيت ان انا اعلق عليها وفي نفس الوقت اقول بعض المعلومات اللي تفيد الناس ان شاء الله باذن الله الناس اللي هتنزل 11/11. من ضمن الحاجات البسيطة اللي حصلت فترة فاتت، انا بعتبرها احداث بسيطة ولكن شدتني جدا واستفزتني زي ما قلت، الخطاب قبل الاخير للمدعو عبد الفتاح السيسي. منها برضو احداث بسيطة زي حادث صاحب التوك توك، مصطفى صاحب التوك توك اللي قال كلام مهم جدا وطبعا ضغط عليه، ثم طلع في التلفزيون وقال حاجات تانية والرأي مخالف للرأي الأولاني عشان يهدوا الناس، ثم مقتل العميد رجائي عادل رجائي قائد فرقة مدرعات اللي عدى مرور الكرام على الناس في مصر والناس ما علقتش عليه كتير جدا، وده شيء مهم جدا ان يتم اغتيال هذا العميد قبل احداث 11/11. الحاجة المهمة اللي أنا عايز أعلق عليها بشكل مهم جدا والناس لازم تعرفها، في خطاب السيسي الرسالة اللي وصلها السيسي أو حاول يوصلها للناس وهي انتشار القوات المسلحة في خلال 6 ساعات. الرسالة دي بعض الناس اعتقد ان هو بيوصلها لبعض الأجهزة الموجودة أو للثوار الأحرار بإذن الله اللي هينزلوا 11/11، أيا كانت الرسالة للناس دول أو لدول، المهم فيهم المعلومة ودقتها كانت سليمة أم غير سليمة. فتح السيسي لا يستطيع لا هو ولا غيره ولا أي جيش في العالم أنه ينتشر في طول البلاد وعرضها في خلال 6 ساعات. هذا الكلام عالي من الصحة، كلام مش منطقي ولا يتم. ببساطة شديدة انتشار قوات مسلحة في طول بلاد وعرضها أو نزول قوات مسلحة بشكل استراتيجي معناه هو أن القوات تنتشر في 6 ساعات زي ما هو قال. القوات اصلا عشان تحتاج انها تنزل وتغطي ميادين ومناطق على مستوى مناطق جيوش، درجة استعداد لوحدها بتحتاج حوالي 14 ساعة. الكلام ده معروف لأي ضابط في الجيش المصري، ده لو هنرفع درجة استعداد من الحالة صفر للحالة جيد. اما لو عبد الفتاح السيسي يقصد ان هو هيرفع درجة استعداد القوات المسلحة ككل قبل 11/11 بيوم او باتنين، هو لا يستطيع هذا، لان رفع درجه استعداد القوات المسلحه ككل هو مش عارف الناس هتنزل فين بالظبط، اي محافظه واي منطقه، فعشان يغطي نفسه يبقى لازم يرفع درجه استعداد القوات المسلحه بالكامل في طول بلاده وعرضها، يعني بشكل كامل القوات المسلحه ككل، وما يقدرش لان ده هيبقى مكلف جدا على خزانه الدوله المصريه، لان ده شيء هيبقى بالمليارات. اما اذا كان بيتكلم على رفع درجه استعداد مجرد ما يجي الرمز الكودي لاحداث شغب او لاخره او نزول متظاهرين وانه يرفع درجه استعداد وينشر، انا بقول له انت محتاج على الاقل من 24 ل 28 ساعه. انا هفكركم باحداث يناير لما حسني مبارك ادى امر بنزول القوات مسلحه انها تنتشر في البلد. كان الكلام ده الساعه 5 المغرب يوم 28 يناير. قوات ابتدت طلائعها تظهر في ميدان التحرير وهو اهم ميادين مصر وكان ميدان الثوره الساعة 7 المغرب تاني يوم، يعني خدت حوالي 26 ساعة. هذا الكلام اللي بيقوله عبد الفتاح السيسي للاستهلاك لمؤيدينه، الناس اللي بتشرب برسيم كتير يعني. طيب دي نقطة، النقطة الأهم اللي أنا أحب أعلق عليها. هل عبد الفتاح السيسي قادر أن يدي أمر قوات مسلحة بالانتشار والنزول في مصر لتأمين المنشآت الحيوية والاستراتيجية؟ نزول القوات المسلحة معناها تأمين المنشآت الحيوية والاستراتيجية في مصر. الكلام اللي انا هقوله ده كلام مهم جدا ولازم الناس تاخد بالها منه جدا ولازم الناس تبقى عارفه. عبد الفتاح السيسي لا يستطيع ان يعطي امر للقوات المسلحه
ككل الانتشار ونزول لتغطية جميع الأحياء والمناطق في مصر لحماية المنشآت والحيوية الاستراتيجية في البلد. فتح السيسي لو أعطى هذا الأمر القوات المسلحة معناه هو بيقول لنفسه إنه مروح. رئيس دولة لبس البدلة الملكي وفي وزير الدفاع جنبه لابس بدلة عسكرية ومجلس عسكري وقيادات وضباط عشان يدي الأمر بانتشار القوات المسلحة في البلد بتاعته، معناها إن هو ماشي، إن هو انتهى. لو فاكرين حسني مبارك لما اعطى هذا الامر قبلها بيوم او باتنين كان كل الناس سواء المدنيين او الناس العسكريين كان بيقولوا انه مستحيل ان حسني مبارك يمشي وانه قوي وانه يقدر يلم الوضع. مجرد مد الامر بنزول القوات المسلحه سقف التوقعات زادت عند ضباط الجيش وعند المدنيين. ليه؟ لو رئيس دوله اعطى امر بنزول قوات مسلحه بيبقى بنسبه كبيره جدا مشي. فتح السيسي لو اعطى هذا الامر او اجبر على اعطاء هذا الامر هيكون بيحضر الطياره بتاعته عشان يهرب بره البلد، لان هو مش هيقعد زي حسني مبارك انه يتحاكم او لا. الراجل ده مجرد ما يعطي الامر يا اما هيستخبى في مخبأ يشوف ايه الاوضاع، يا اما وطبعا هيكون محضر طيارته والناس اللي معاه عشان يطلع بره البلد. في بعض المعلومات اللي انا سمعتها ما اعرفش كانت معلومات مؤكده ولا لا، ان هو برضه ابتدى يامن نفسه ويطلع بعض الناس او القيادات او الله اعلم الكلام ده صحيح ولا لا بره البلد من دلوقتي. ابتدوا يحطوا خطط امنيه لمواجهه الحادث. الحاجه اللي عايز اقولها قبل ما اشرح موضوع انشاء قوات مسلحه مهم جدا. فتح السيسي تواجده في الحكم واستمراره في الحكم يعتمد على القوات الداخليه وليس قوات الجيش. لو الداخليه سقطت وما قدرتش تسيطر فقدت السيطره، انا بقول لكم فتح السيسي مش محتاج اكتر من 24 ساعه عشان يمشي. اعتماده كله هيبقى القوات الداخليه. لو القوات الداخليه فشلت بيتم اعطاء الامر، الكلام ده مهم جدا الناس تسمعه، بيتم اعطاء الامر للقوات المسلحه كغرف عمليات في جميع المناطق والجيوش كل حسب المنطقه الموجود فيها عدم سيطره او لا، برمز كودي بخطه اسمها الخطه اراده. الخطه اراده. مجرد القوات ما بتسمع الرمز الكودي بالخطه اراده بيبتدوا يرفعوا درجه الاستعداد الحالة ألف لبه لجيم، ودي بتاخد 14 ساعة، ثم التحرك إلى المنطقة اللي فيها عدم سيطرة أو أحداث شغب أو الآخر للسيطرة عليها. إنشاء قوات مسلحة بيتم أو هدف الإنشاء من قوات مسلحة لازم الناس تفهم الكلام ده كويس قوي، هو النزول لتأمين المنشآت الحيوية والاستراتيجية في البلد وليس قتل المتظاهرين وليس قتل الثوار. لازم الناس تبقى فاهمة كويس قوي عشان الناس بتخاف من الجيش. أنا بقول لكم فتح السيسي اعطى امر بانشاء قوات مسلحه ما تخافوش من الجيش، ده معناه ان عبد الفتاح السيسي روح. وانا بدعو الناس 11/11 للنزول باعداد كبيره جدا. اعداد كبيره جدا، اهم شيء في الموضوع كله العدد. حزم الثوره المصريه في عددها. عايزين الناس تنزل باعداد زي اللي حصل في احداث يناير، ان القوات الداخليه ما تقدرش تسيطر. لو الداخليه ما سيطرتش وفقدت السيطره هيبتدي يبقى في شكل فوضى في البلد، مش تبقى فوضى الحاجة بس شكل فوضى. الشكل ده هيدي إيحاء لضباط القوات المسلحة ان الموضوع انتهى. المجلس العسكري انا ما اعرفش اذا كنت اتفق او اختلف على وطنيتهم، احنا متفقين تماما على فسادهم وانهم في سلة واحدة مع فتح السيسي، لكن في هل منهم بعض الوطنيين او لا يقدروا ياخدوا قرار بالاجتماع بدون عبد الفتاح السيسي؟ زي ما حصل مع حسني مبارك وانهم ياخدوا قرار، لان عبد الفتاح السيسي هيتاخر جدا في اعطاء الامر ونزول قوات مسلحه، هيبقى خايف ومرعوب انه ينزل، لان لو حصل الكلام ده زي ما قلت لكم معناه ان هو ينزل في مخبأ ويستنى يشوف النتائج هتبقى ايه، وهو اجمل من انه يستمر في مصر عشان يشوف النتائج يخاف يتقفش او يتقتل. انا اعتقد ان هو هيتقتل عبد الفتاح السيسي او هيهرب بره. فهياخر القرار لو فشل القوات الداخليه، هياخر قرار نزول القوات. المجلس العسكري هل هم عندهم القدره ان يجتمعوا من غيره؟ انا اعتقد ان هذا المجلس العسكري المتواجد الان يرتبط وجودهم بارتباط عبد الفتاح السيسي. وبالتالي هيبقوا خايفين جدا ان هم يجتمعوا من غيره وانهم ما يقدروش ياخدوا قرار، لان هو رقبتهم من رقبته يعني موجودين معاه، لو حصل له حاجه هم يحصل لهم حاجه. اعتقد ان ده ممكن يدي فرصه جيده جدا للضباط في المستوى الاقل ان هم يعطوا الامر، السيطره على الامر، السيطره على الوضع، ودعتهم فرصه جيده جدا بعزل المجلس العسكري وبعزل عبد الفتاح السيسي. بكرر الكلام مهم جدا،
لو داخليه فقدت السيطره على الوضع 11 11 هفتح سيسي ومجلس عسكري روح. الامر المهم كيفيه نشر قوات مسلحه، وازاي نجبر ان القوات المسلحه تنزل بلد، لان ضباط الازرق في مستوى في منهم كتير جدا. طبعا في قيادات كبيره معظمهم عندهم ولاء لفتاح السيسي والمجلس العسكري بعد التطهير اللي تم من الشرفاء في الجيش، لكن في مستويات اقل كتيره جدا فيها ضباط كتير جدا جدا مستنيين لحظه، مستنيينكم عشان ننقض او عشان ننزل نغير الوضع على الارض. احنا مستنيين اعداد، مستنيين ناس، ومستنيين ان القيادات تبقى خايفه. ساعتها هتتحرك القيادات الاصغر انها تقدر تحسم الوضع. اي ضابط عنده قرار، عنده قرار، عنده علاقات في الجيش ومعاه عساكره على الارض، معاه دباباته، قريب من منطقه حيويه، مجرد بيان يقدر يعزل مجلس عسكري ويقدر يعزل عبد الفتاح السيسي. اعتقد الكلام ده ممكن يتم، وان شاء الله يتم، وهيبقى في تغيير في 11 11 لو الناس نزلت باعداد. لو الناس نزلت باعداد. انا بقول لكم ما تخافوش القوات المسلحه لو نزلت. التهديد بيقول عبد الفتاح السيسي هو مش قده. الذين يديلون بالولاء لعبد الفتاح السيسي في القوات المسلحه هم اناس او ادوات قليله جدا ما يمثلوش 10% 15% من ككل من القوات المسلحه. عبد الفتاح السيسي يملك بعض الوحدات الانتشار السريع اللي هو 3 7-ات، اللي هو 3 9-ات، قوات الحرس الجمهوري، اجهزه المخابرات الحربيه، اجهزه المخابرات العامه مش كلها على فكره، جهاز شؤون معنويه كله عن بكره ابيه، وحدات الشرطه العسكريه، وزي ما قلنا حرس الجمهوري، وبعض الوحدات البسيطه جدا اللي بتدين ليه بالولاء او وجودهم مرتبط بوجودهم. فباقي القوات في القوات المسلحه كمدفعيه ومدرعات، افواج طيران، دفاع جوي، مهندسين عسكريين، حرب كيماويه، هم بياخدوا الاوامر بالتسلسل الوظيفي. واي رئيس جمهوريه يركب، لو جه اي حد ورجع الرئيس محمد مرسي تاني واعطى امر لهذه القوات باعتقال عبد الفتاح السيسي وقتله، هيقتلوه هيعتقلوه، هم بينفذوا ايضا. عشان الناس تبقى فاهمه كويس قوي، ما تخافوش من الجيش، ما تخافوش منهم. نشر قوات مسلحه بيتم اساسا بناء على خطط موضوعه من زمان، مش خطط هتوضع دلوقتي. اللي حصل في رابعه وفي النهضه دي كانت خطه، تعتبر خطه استثنائيه وليست خطط من خطط القوات المسلحه. في تجمع المتظاهرين باعداد كبيره جدا، كان في بعض المسيرات. فتح سيسي اختار الوحدات والقيادات اللي تقدر تصفي هذه التظاهرات. مفيش عسكري ولا ضابط راح الوحده دي، هم عارفين ان هم ما عندوش ولاء. بعتوا الناس بتوعهم زي ما بيقولوا، حطوا الخطط، قعدوا 50 يوم وفكروا ازاي يفضوا المظاهرين. اما نزول قوات مسلحه لتامين منشات حيويه في البلد، كل وحده عسكريه بتنزل تامن المنطقه الاقرب ليها حسب الخطه الموضوعه. الخطه اراده هي بناء على خطط موضوعه من قبل مسبقه. في حاجه اسمها محضر تعاون بيتم ما بين القوات المسلحه وما بين اقسام الشرطه ومديريات الامن الموجوده في كل منطقه في مصر. فكل وحده عسكريه بتامن منطقه تعمل حاجه اسمها محضر تعاون بيتم كل سنتين. هذا المحضر بيتم بين قائد الوحده العسكريه وقائد قسم الشرطه او المديريه اللي موجود فيه. المحضر ده بيتغير كل سنتين، بيتغير فيه اسماء الضباط اللي بتتغير. المحضر ده بيتم بتحديد فيه الخطط بالظبط. هننزل نأمن ايه في المنطقه؟ هننزل نأمن بنوك، مطارات، مكاتب صرافه، اماكن حيويه، محطه ميه، وبيتفقوا بيوقعوا الاثنين. في حاله تطبيق خطه اراده بتنزل القوات المسلحه او الوحده العسكريه المنوطه بتامين المنطقه، بتنزل بيبقى اسم الشرطه اللي موجود فيها او اللي بتستلمها الوحده العسكريه، قائد الوحده العسكريه بيبقى قائد مركز الملاحظه في اسم الشرطه ده، وهو اللي بيدير الحمايه. اللي انا عايز اقول لكم ان لو في ضابط بيامن مثلا مطار وجنبيه سنترال او هدف حيوي مهم جدا وتم حرقه او تدميره اي حاجه، ما بيتدخلش، هو ليه مهمه محدده بي بي بيقوم بيها وما بيتدخلش. ده اسمه محضر تعاون بيتم ما بين القوات المسلحه وما بين اقسام الشرطه او وزاره الداخليه. نزول القوات المسلحه ما يخوفش الناس. لو نزل القوات المسلحه هنشوف العجب. يعني لو نزل القوات المسلحه كقوات مسلحه، يعني مثلا نزلوا في المنيا، في اسيوط، في اسكندريه، في القاهره، في الجيزه، ولو نزلت بالشكل اللي مبني على الخطط الموضوع قبل كده، هتلاقي وحدات مدفعيه ودفاع جوي وافواج طيران ومهندسين عسكريين نازلين يعملوا مناطق مدنيه. الناس دي مش هتاخد اوامر تضرب نار. ولو نزلنا مثلا لقينا في المنيا في واحد مدفعيه بتامن منطقه،
او في اسكندريه وحده مدرعات، او في القاهره فوق طيران، او ايا كان. طبعا على مستوى القوات المسلحه ككل انا ما عنديش معلومات بالتفاصيل عن الوحدات المنوطه بالتامين، لكن انا على الاقل عن بعض الاسلحه زي المدفعيه والمدرعات عارف انها بتنزل تامن وتامن ازاي. فهذه الوحدات لما بتنزل تامن، التامين اللي المفروض بيتم تامين المنشاه وليس قتل متظاهرين او قوات متظاهرين. يعني هنلاقي في اسكندريه بقى دبابات نازله تامن، بعد شويه هنلاقي العساكر بتصلي مع المدنيين، بيلعبوا كوره مع المدنيين، في المنيا نلاقي وحده مدفعيه نازله تامن، هنشوف نفس الكلام. مجرد ما هيظهر هذا على وكالات الانباء ووسائل الاعلام اعتبروا عبد الفتاح السيسي روح. في ضباط الجيش هتتحرك، في وحدات ممكن تتمرد، في مستويات اقل هتقدر تعزل مجلس عسكري وتقدر تمشي عبد الفتاح السيسي او تقتله. ده المهم جدا اللي انا حاولت اوصله للناس قبل 11/11. الحاجه المهمه جدا قبل ما اختم كلامي، لابد من الاعداد، لابد من الاعداد، هي دي اللي هتحسب. العدد الكبير هو اللي يحسب كل شيء ويحصل التغيير. في ناس منتظره اعداد الناس واعداد تحسب، والاهم من ده كله سقوط الداخليه انها ما تقدرش تسيطر على المتظاهرين وعددهم. حاجه اخيره فاطمه، حذاري ثم حذاري ثم حذاري من سيناريو الفوضى. السيناريو ده لو هم حسوا ان الثوره قربت او شكت على النجاح هيحاولوا يطبقوا سيناريو الفوضى. في اعداد كبيره جدا من البلطجيه والمرشدين شغالين مع جهاز الداخليه مع اجهزه المخابرات، هيحاولوا يجروا الناس ان هم يحرقوا مديريات امن، ان هم يحرقوا اقسام شرطه، يحرقوا مجنزرات للجيش، يموتوا عساكر. حذاري حذاري، لو لقيتوا حد بيعمل كده او بيحاول يموت عساكر او يحرق او يدمر الصور يقبضوا عليه ويحطوه في اي مكان مش هنسلمه للجيش ولا حاجه. هذا السيناريو لو اتطبق ولقينا ان في بعض الناس بتموت عساكر او بتحرق مجنزرات او مدرعات للجيش، الامر سيبدو للعالم كله ان الدوله تسقط. ممكن عبد الفتاح السيسي لو بيهرب وبيحضر طيارته من مخبأه يبدا امر بالراديو بالتلفزيون بفيلم فيديو، القوات بالتعامل، القوات هتتعامل، هتضرب نار في الحاله دي، هتضرب نار لما تحس ان زمايلها بتتقتل وان في فوضى. المستويات الصغيره هتبتدي تتعامل عشان تلم البلد، وانا اقول لكم لو حبوا يلموا البلد القوات المسلحه يقدروا يلموها في 10 ساعات، هنبقى احنا خسرانين. عايزين قوات الجيش اللي هتنزل على المستويات الصغيره تتعاطف مع الناس، هم دول اللي هيحسموا ان عبد الفتاح السيسي يمشي من عدمه. وانا بقول لكم ان شاء الله في تغيير 11/11. بتمنى لكم التوفيق، بتمنى اكون معاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.